بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من مساق الذكاء الاصطناعي. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن الشابتر الخامس، الـ Evolutionary Computation، أو الحوسبة القابلة للتطور، أو الحوسبة المتطورة أو التحورة، سموها زي ما بدكم، أو ما يعرف فعليا ما بين الناس بالجينيتيك ألغوريثمز. طبعا هنتكلم إحنا فقط عن البيزك كونسبت، لأنه فعلا الشابتر هو الموضوع طويل وبيحتاج إلى يدرس مساق لوحده، لكن بما أنه مرتبط بالذكاء الاصطناعي والتطور والبحث عن سوليوشن يتناسب عن المشكلة الموجودة عندنا، فحنكتفي بالبيزك كونسبتس إن شاء الله تعالى. الأوتلاين تبعت الشابتر هي عبارة عن إنترودكشن، والإنترودكشن حنجاوب فيها عن السؤال Can evolution be intelligent؟ هل يمكن اعتبار التطور اللي بيصير هو عبارة عن ذكاء؟ ونشوف كيف فعليا السيميوليشن للناتشرال ايفولوشن او التطور الطبيعي اللي بصير ما بين او في عند الكائنات الحيه. هتكلم بعد هيك عن الجينيتك الجوريثم. الالجوريثم عاده مكونه من كم ستيب، ونشوف كيس ستدي وبننهي الشابتر. طبعا ممكن ياخذ معنا تسجيلين او ثلاثه ان شاء الله، تسهيل ربنا يقدر الخير، لكن هو عباره عن ماده لاسبوع واحد فقط. خلينا نبدا. كان ايفولوشن بي انتليجنت. طبعا يا جماعه الخير، خلينا بس اكد على شغله من الان. لما داروين او اتكلم في موضوع التطور للبشر، احنا ما لنا دخل كثير في هالموضوع، مش حنخوض فيه انه كان قرد وصار بقى نادم وتطور وكيف مع الحياه. احنا شعارنا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا قول الله تبارك وتعالى، وكل قول البشر هذا لا يعنينا، لكن الأجانب هم فعلا استقوا لموضوع التطور تمام من نظرية داروين ومندلي واللي شفناها حتما في الثانوية، مندل عفوا قوانين مندل الوراثة إلى آخره، ما بتعنينا كثير. خلينا احنا نبدأ، وهذا مقصود، هذا التطور المقصود فيه اللي هو التطور تبع داروين ونظرية داروين. الانتليجنت كان بي ديفايند، عرفنا الذكاء الاصطناعي على هو على ان قدره النظام على التحول او التكيف، ادابت، يغير اتس بيهافير، يغير تصرفاته تو ايفر تشينج انفايرمنت، مع كل تغيير مع في البيئه اللي بتصير عندها. وطبعا الان تيرنينج من الناس اللي شغاله لها علاقه في النظم المعلومات والذكاء الاصطناعي بيقول انه ظهور نظام ما ملوش علاقه is irrelevant to its intelligence، ملوش علاقة بذكائه. يعني إذا ظهر النظام هذا لا يعني إنه نظام ذكي، ممكن يكون فيه عوامل أدت إلى ظهور النظام، لكن النظام هذا مش هو، يعني ما وجد نفسه من نفسه من أجل إنه يتكيف مع البيئة أو التغيرات اللي موجودة عندها. الـ evolutionary computation أو الحوسبة المتطورة simulates، تحاكي الـ evolutions، تحاكي الـ evolution، تحاكي التطور البشري إن شئنا نسميه on a computer. الآن التطور هذا مش ضروري يكون هو التطور البشري، يعني مثلا البطة لما تتكيفت مع إن بدها تسبح ومش عارف إيش صار لها اللي هو الغشاء ما بين أصابعها عشان إلى آخره، أو لكن الله تبارك وتعالى هو الخالق، وهو أحسن الذي خلق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، هي قوله سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا خلينا نتكلم في أمورنا في العموم عشان ما نسرحش كتير في الشغلات الملبية. لما بنتكلم على التطور نتذكر أي كلام قاله أو أي شغلة احنا بنعرفها عن التطور قالها داروين، وهذا هو الأساس المحاكاة اللي موجود عندنا. لكن في جزء منه حيكون لما نجي نتكلم على قوانين الوراثة والتوريث وكذا، هذا جزء معروف. The result of such simulation، نتيجة محاكاة هذه الشغلات للتطور، هو عبارة عن series of optimization algorithms، عبارة عن optimization algorithms، يعني نتيجة التطور تمام هو عبارة عن سلسلة من algorithms المتعلقة بال optimization، أو خلينا نقول بأفضل الأداء في أقل التكاليف إلى آخره، using based on a simple set of rules، مبنية على usually based on a set of rules، مبنية على مجموعة من الرولز اللي موجودة عندك. يعني نتيجة التطور هي عبارة عن مجموعة خوارزميات مبنية على مجموعة من القوانين. Optimization iteratively، عملية الـ optimization أو الجودة أو
improves the quality of solution. عملية الأوبتمايزيشن بتحسن من أداء السوليوشن up until an optimal solution occurred, لحد ما أصل لأوبتمال سوليوشن أو على الأقل visible solution تمام found. يعني فعليا حتضطر عملية الأوبتمايزيشن, عملية التحسين خلنا نسميها, ضل تنوجد عندي لحد ما أصل لسوليوشن. وهذا هو الرابط الأساس, إنه أنا بأدور على سوليوشن, والسوليوشن هذا لازم يكون أفضل سوليوشن ممكن أو على الأقل visible solution تمام. وهذا هو الرابط الأساسي ما بين الذكاء الاصطناعي والإيفوليوشنري كومبيوتيشن. طبعا هنا بيجي بيتكلم على إنه يعني أنا ما رضيت أغير كتير على السلايدز هاي. The behavior of individual organism على كائن بشري تصرفه is an inductive inferences about some yet unknown aspects of environment. بحاول يتصرف بناء على شغلة هو بتوقعها أو شغلة هو مش عارف, بحاول إنه يخمنها وبتصرف تبعا لإلها. يعني مثلا عملية الهروب من المفترسات, عملية اللي احنا بنسميها القدرة على التخفي, كلها شغلات الله تبارك وتعالى أنعم على المخلوقات فيها حتى تستطيع انها تعيش حياتها. لكن تبقى الحياة بين صراع ما بين المفترسات في عالم الحيوان, حتى في عالم البشر للأسف أصبح هذا الكلام موجود. If over successive generators, الأجيال الناجية من هذه العناصر organism survive, we can see this organism capable to learn. وبقول إنه العناصر اللي بتنجو هي قادرة عن التكيف أو القدرة على التعلم. يعني أنا أذكر مرة شوف التجربة إنه وضعوا فيها, جابوا برميل مية ورموا فيه بعض الفئران أو الجرذان وبدوا يزيدوا في المية. الآن الجرذان ظلت تحاول تسبح تتحرك, قول في المية قاعدة وهي موجودة في المية والمية بتعلى. بعد فترة من الزمن البعض الجرذان ماتت تمام, ومن بقي من الجرذان تمام هو أصحاب الحركة الأقل فعليا كانوا, أخذوهم وعادوا عليهم التجربة بعد يومين أو ثلاثة, حطوهم في برميل آخر وبدوا يحطوهم في نفس الظروف. لاحظوا أنه الجرذان هذه عمالها ما بتحاول تسبح مع المية, تسبح كثير في المية, بتحاول تبقى طافية على وجه المية والمية بتحملها لوين؟ للأعلى, لأنه تعلمت أنه فعلياً قلت حركتها في أصبح في نجاة بالنسبة لها, بالتالي مش هتتعب ومش بالتالي مش هتغرق. وبهيك بقول لك الإليمنت أو الكائن اللي ممكن اللي بينجو تمام, هذا غالباً بيكون هو learn to predict the change, بيقدر يتغير في التعلم من التغير في البيئة اللي موجودة عنها. The evolutionary approach, منحنى أو خلنا نقول توجه التطور based on computational model, بناء على computational model of natural selection and genetics بسميه evolutionary. طبعا لما أنا بتكلم جماعة الخير natural selection, اختيار الطبيعة, في عالم الطبيعة إنه ما بتقدر تفرض على أي بير ميل وفيميل إنهم يتزاوجوا مع بعضهم تمام, ما بتقدر ترغبهم طالما الطبيعة مفتوحة, ترغبهم على ذلك طالما الطبيعة مفتوحة. الآن بنشوف إحنا في عالم الحيوانات كلها دائما بصير في صراعات على زعامة القبيلة, سواء في الأسود, في الثيران, في عجول البحر, وين مكان هذا الكلام بنشوفه. واللي بتابع ناشونال جيوغرافيك بيشوف هذا الكلام دائما, الصراع ما بين قادة القبيلة أو ذكور القبيلة باستمرار. وطبعا دائما بيكون الهدف الأساسي إنه السيطرة على القطيع والفرصة للتزاوج. الآن هذا الاختيار ما في حدا بقدر يلزمه لحدا تمام, وهذا بناء على السيلكشن. الآن لما بيجي نتكلم على الجينيتكس, دائما الجيل الجديد أو الناتج عن هذا عن التزاوج اللي صار تمام بيحمل صفات التنين التو بيرنتس, ومن ثم السيلكشن أو الاختيار تمام راح ودى إيش أو أنت الجيل الجديد. والأصل إنه الجيل الجديد هذا بيحتوي على العناصر أو بيحتوي على صفات مشتركة, خلينا نقول أقوى الصفات ما بين التو بيرنتس. وبالتالي هذه الإيفوليوشنري كومبيوتيشن هي عبارة عن مظلة تجمع تحتها الجينيتك ألغوريثمز واللي هي محط حديثنا اليوم,
evolutionary strategies, evolution strategy نظريات التطور او استراتيجيات التطور, والجينيتيك بروجرامينج. طبعا الكلام بدا بيتكلموا على الدارون او نظريه دارون من 58, مش قضيه دارون ايش بقول كلاسيفيكاي الايفولوشن, بنصنف, بيتكلم عن التطور. الان في عندي الوينزمان ثيوري كان بيتكلم على النيتشرال سيلكشن, انه الطبيعه دائما بعد الكوارث بتختار الافضل او الاقوى للنجاه, وبالتالي سامحوني بهالتعبير, في نظرهم انه الصرصور اقوى من الديناصور. ليش؟ لانه الديناصور الصرصور كان موجود منذ القدم وقدر يتغلب على كل اللي صار وعايش لليوم, بينما الديناصورات انقرضت. هذا طبعا هذا قانون السلكشن, البقاء للاقوى. المندلي او القوانين مندل كان بيتكلم عن الجينيتكس والجينات المتوارثة ما بين الأشخاص. يعني بنتكلم إحنا على تطور, بنتكلم على سيلكشن, وبنتكلم على جينيتيك, وهذا بمثل النظرية نيو داروينيان بارادايم, نظرية داروين. مش قضيتنا كتير, لكن إحنا اللي بدنا نقوله إنه هذه النظرية, نظرية داروين أو نيو داروينيان أو هذا التوجه مكون أو مبني على ريبرودكشن. الريبرودكشن معناته هو خلنا نقول سلالات جديدة, تمام, وبعد هيك الناتج عن التزاوج أو السلكشن والتزاوج الميوتيشن, أفراد وجود طفرات في الجينات الموجودة عندها, كومبيتيشن التنافس, والسلكشن عشان نعيد الكرة بعد هيك. وبالتالي هو راح قال لك انه الباور اوف باور تو ريبروديوس, قوه انه ذات الانتاج فعليا بيظهر مع الاز اسينشال بارت اوف لايف, بيكون مهم جدا للحياه. الباور اوف ميوتيت اللي هو الطفرات بيضمن انه الاني ليفنج اورجانيزم ريبروديوس اتسيلف continuously changing the environment. الميوتيشن او الطفرات اللي صارت بتقول انه والله هذا الاورجانيزم او هذا الكائن الحي قابل على انه يستمر الى اخره. والكومبيتيشن اند سيلكشن نورمالي تيك بليس في كل العالم الطبيعي عشان يحدد مين هم الانسب للسبيس او للحياه اللي موجوده. يعني اللي احنا بدنا اياهم احنا الان بنتكلم على الريبرودكشن, ودائما في عندي سلاله جديده, والطفرات هذه بتعني انه هذا الان ظهور الطفره معناته العنصر هذا قادر على التكيف, والكومبيتيشن تنافس, والسلكشن والاختيار الطبيعه لهذول العناصر الموجودين. احنا مش قضيتنا كثير, لكن هذول العناصر هم فعليا اللي انبنت عليهم الجينيتك الجوريثم بشكل او باخر زي ما حنشوف لاحقا. ايفولوشن كان بي سين از ا بروسيس, الايفولوشن او التطور, ايفولوشن كان بي از ا بروسيس ليدنج تو ذا مينتيننس اوف بوبوليشن ابيليتي, على تحسين, leading to the maintenance of population ability to survive and reproduce in a specific environment. القدرة على تحسين قدرة أو اللي يؤدي إلى قدرة أو تحسين قدرة البوبوليشن المجتمع تبعاته أو المجتمعات على النجاة والإنتاج أو التكاثر في بيئة معينة. وطبعاً هذه القدرة بنسميها evolutionary fitness, انه قادر يتكيف مع البيئه او يتناسب مع البيئه الموجوده. Evolutionary fitness can be viewed as عباره عن قياس measure of the organism ability, يعني الكائن, قدره الكائن الحي to anticipate or to predict changes in its environment. بيقدر القدره على انه يتنبأ أو خلنا نقول يتكيف, نقول بالتشينج مع القدرة مع البيئة الموجودة عندها. The fitness المناسبة أو or the quantitative measure, وهنا قيمة قياسية أو قيمة رقمية, of the ability to predict environmental change, على القدرة على
تحد او التقييم او التنبؤ التغير على الاله اند ريسبوند ادكتيكلي ادكيوتلي ادكيوتلي تبعا والتصرف تبعا او الرد تبعا لهذا التغير can be considered as the quality الجوده that is optimized of natural life. وبالتالي هي عباره عن الفتنس هي عباره عن قيمه بتعبر عن قدرة العنصر هذا للتكيف مع البيئة اللي صارت جديدة بشكل عام. How is population with increasing fitness generated؟ لو احنا افترضنا انه البوبوليشن تبعتنا عبارة عن مجموعة من الرابتس او مجموعة من الارانب، الرابت بطبيعتها دائما في بينها الصراع بينها وبين الثعالب اللي بتحاول تاكلها في البيئة المفتوحة او بين الصيادين بشكل عام اللي موجودين. لكن دائما الارنب السريع هو اللي له فرصه اكثر على النجاه، وبالتالي بنقول انه الارانب السريعه هذه عباره عن سبريور فيتنس، اظهرت مناسبه او خلينا نقول تكيف اعلى مع البيئه اللي موجوده، تمام، بحيث انها تقدر تتجنب المطاردين وتنجو من هذه ومن ثم تتكاثر او تتزاوج وتعيش اطول. تمام. طيب الان لو احنا افترضنا انه في عندنا تو بيرنتس من السبريور فيتنس هذول، لو جبنا ارنبين من السريعات هذول ذكر وانثى وعملنا تزاوج ما بينهم، المفروض الجيل اللي ينتج عنهم حيكون، طبعا احنا المحاضره قلبت احياء شكلها، الارانب او الجيل الناتج من الارانب هذه الاصل انه كله يكون سريع، وبالتالي لو هذول مع التو بيرنتس هذا سبريور فيتنس كان هذول there is a good chance، هناك فرصه ممتازه، تمام، that a combination of their genes will produce offspring with even higher fitnesses. الاصل انه حيكون في عندي انتاج او جيل جديد offspring with even higher fitnesses، على الاقل يعني اذا ما كانش زيهم ممكن يكون ايش افضل، إذا ما كانش زيهم تمام ممكن يكون أفضل. Over the time the entire population of rabbits become faster to meet their environmental change in the face of fixes. وعلى مدار السنوات أو مدار الحياة الأرانب هاي. طيب شو علاقة هذا بالcommutation كلياته؟ إحنا بدنا نحاكي عملية الإيفوليوشن اللي بتصير عمالها في الطبيعة، وبالتالي إحنا السيموليشن للناتشرال إيفوليوشن. معناته الميثود تبعتي evolution and computation simulating natural evaluation evolution معناته creating population of individuals، معناته أنا بدي أحاول أنشئ البيئة تبعتي أو أنشئ الناس اللي هي عادة بيكون هاي مجموعة الحلول اللي إلي، evaluating their fitnesses أشوف أو أقيم مدى ملائمتهم للبيئة اللي هم موجودين فيها، generating a new population through the genetic operations ان انشئ جيل جديد من خلال كمان من خلال الجينيتك اوبريشنز اللي هم السلكشن والميوتيشن والميتنج الى اخره، والريبيتنج ذس بروسيس انت بروسيس نمبر اوف تايم، واعيد اكرر الموضوع ده. في عالم الكمبيوتر معناته انا بدي اروح احط مجموعه من الحلول الاساسيه، هيك بدي اتكلم عليها، اقيم هذه الحلول، الحلول الأعلى تمام من خلال بعد الإيفاليويشن أعمل تزاوج ما بينها من خلال الجينيتك أوبريشنز عشان أحصل على حلول جديدة، وأظل والحلول الجديدة هذه أعيد فيها الكرة مرة تانية، وأظل أعيد الكرة هاي لحد ما أصل أوبتيمال سوليوشن من الحلول اللي موجودة عندنا. الجينيتك ألغوريثم is the most evolutionary algorithm، الأكثر محاكاة للتطور اللي صار، that can be viewed as a variation of genetic algorithm. وبظهر البورجيني الفاريشن أو الاختلافات بالجينيتك ألغوريثم. لما بتكلم على الجينيتك ألغوريثم كعلم في الكمبيوتر بدأ ظهر في السبعينات، قدمونا الكونسيبت of الجينيتك ألغوريثمز. جون هولاند his aim was to make computer do what nature does. كان هدفه انه يخلي الكمبيوتر يسوي نفس الشغلات اللي بتصير. هولاند was concerned with the algorithm of manipulate strings of binary digits.
وعماله كان فقط بيشتغل على الباينري ديجيتس اللي موجوده فقط على على السترينج. Each artificial chromosome, طبعا بما انه بنتكلم على جينيتك في جينات كروموزومات تكون موجوده, الارتفيشال كروموزوم هي صار في عندي الان artificial chromosome consists of number of genes and each gene is represented by 0 or 1. يعني الان هذا الرسمه اللي قدامنا هي عباره عن artificial chromosome مكون من 16 جين وكل جين عباره عن 0 1, تمام؟ هذه هي الجين. طيب النيتشرال has the ability to adapt and learn without being told. في البيئة تتكيف وبتتعلم بدون حد ما يخبرك. الآن الأرانب حسب وجهة نظرهم إنه ما في حد علمها إنه هذه الثعالب بدها تأكلها وبالتالي أنت لازم تشربي منها, وبالتالي هي كيفت وتعلمت, تمام؟ بدون ما حد يخبرها. In other words, nature finds a good chromosome, اختارت الـ good chromosome blindly بشكل عشوائي أو بدون ما تعلم. الجينيتك algorithm do the same, وبالتالي لازم يكون اختيارنا بنفس الطريقة. Two mechanisms like genetic algorithm of the problem of solving. بما أنه بتكلم على problem solving, هي كمان هذا أساس زي ما قلنا عملية الذكاء الاصطناعي encoding and evolution. كيف ممكن أنا أحاكي المشكلة أو أعيد أحط المشكلة أعملها تمثيل من خلال عملية الإنكودينج وأعمل إيفوليوشن كيف صار التطور على الكودز اللي صارت عندها. الجينيتك ألغوريثم use measure of fitness of individual chromosome to carry out reproduction, وبالتالي الفيتنس فانكشن حصير في يعني شغل اسمها الفيتنس فانكشن للإنديفيدوال كروموزوم عشان يقدروا هدول إيش يتزاوجوا أو خلينا ننتج منهم عناصر جديدة. A reproduction take place, بتصير عملية reproduction أو الإنتاج الجديد أو الأجيال الجديدة تأخذ مكانها the cross over operator changes part of the two single chromosome, يعني لازم يصير في تبديل ما بين الكروموزوم and the mutation operator. وكأنه بقول إن الريبرودكشن شغالة بعمليتين. العملية الأولى الريبرودكشن عبارة عن عمليتين, الكروس أوفر والميوتيشن. الكروس أوفر تبادل أجزاء ما بين الجينات التنين, هذا بيجي هان وهذا بيجي هان, تمام؟ والعكس صحيح. مثلا طبعا خلينا نقول جزء واحد فقط عشان إيش يحافظ على التغيير اللي صار, وبعد هيك بصير في ميوتيشن في داخل الجين, تمام؟ الجين فاليو راندوملي, واهم شغله انه فعليا بده يصير الكلام هذا راندوم. طيب وبالتالي اي بيزك جينيتك الجوريثم هو عباره عن مجموعه من الخطوات. عفوا, الخطوه الاولى represent the problem variable domain as chromosome of fixed length, حدد المشكله تبعتك او مثل المشكله تبعتك بمجموعه من الكروموزوم of fixed length of size chromosome, عدد البوبوليشن تبعتنا والكروس اوفر كروس اوفر بروبابيليتي والميوتيشن بروبابيليتي. الان اوكي, اذا قلت والله انا المجتمع تبعي عباره عن 10 جينات, عباره عن 10 سوليوشن, الحلول اللي انا بدور عليها بدها تكون نابعه من العشرة. الان بيجي بقول بما انه قال لك الريبرودكشن ناتجه من عمليتين الكروس اوفر, بالكروس اوفر معناته انا بدي احدد قديش عدد الجينات اللي بدها تتزاوج, هل كل العشرة هذول بدهم يتم تزاوج ما بينهم او الدمج ما بينهم؟ لا بكل تاكيد, فانا بدي احدد نسبه وهذه النسبة هي عبارة عن B, the probability of BC. الآن طيب الناس اللي تزاوجت هدول بده يصير عليهم عندهم طفرات, تظهر طفرات mutation. بالميوتيشن معناته برضو بده يصير في probability, والميوتيشن هي أقل في الطبيعة, وبالتالي الأصل إنه تكون الكروس أوفر
نسبة التزاوج عالية تمام، بينما فرصة حدوث الطفرات قليلة جدا. Define اثنين، الخطوة الثانية define fitness function، تعرف fitness function تمام، to measure the performance of fitness، شوف قيس عملية مناسبة الكروموزوم هذا الذي أو individual chromosome of the problem domain. The fitness function established the base of selecting chromosome that will be mate اللي هم بدهم يتزاوجوا لاحقا during the reproduction. Randomly generate initial population of a chromosome بناء على of size n، معناته أن الكروموزوم بدك تختارهم يعني بعد ما أنا حددت الكروموزوم كيف شكله عشان يحاكي المشكلة تبعتي تمام من كم بت، أنا الآن بروح بعمل جنريت للبوبوليشن تبعتي بشكل راندوم، بحسب الفتنس لكل individual في البوبوليشن اللي أنا أنشأتها من الأف، لو كانت الفتنس فانكشن تبعتي أف على إكس واحد أف إكس اثنين أف إكس ثلاثة أف إكس أن. بعد هيك البير select pair of chromosome for mating للتزاوج، بدي أختار اثنين من أجل التزاوج. Parent chromosome are selected with probability related to their fitness، وبالتالي بتم اختيارهم بناء على the probability للفتنس تبعتهم. يعني أصحاب الكروموزوم اللي الفتنس function تبعتهم أعلى اللي احنا سميناهم فرصتهم للنجاة أكثر هم اللي بيتم تزاوجهم أو باختيارهم. هنا في عنا شغلة مبدأ الرولت ويل حنتكلم عليه كمان شوية، إنه أنا فعليا أنا عندي مثلا أربع عناصر، الآن الأربع عناصر لو كفرت إنه هذا صفر هذا أخذ ربع، هي 25% مش مشكلة خلاف، هي خلنا نقول R1 اللي بعديه أخذ جزء أقل 10% معناته هذا صار 35، أي R2 R3 و R4 25%. الآن لو أنا قلت بدي في كل أنا بدي أعمل population تبعتي random واختار ست أو خمس عناصر، معناته أنا بدي ألف هذه خمس مرات، لفيتها خمس مرات تمام. الآن عشان أختار العناصر صاحبة التزاوج، العنصر اللي بيقف عليه المؤشر مثلا هذا هو مؤشر الاختيار وهو اللي ايش باخذه بغض النظر في اي رينج. هان السؤال اللي بيطرح نفسه، قديش فرصة اني اقف عند R3؟ طبعا اكبر من فرصة R4، اكبر من فرصة R2 و R1. ليش؟ لان هي محتلة مساحة اكثر من الدائرة، حنجيها للرولي تويل ان شاء الله كمان شوي. لكن في الاخر انا ما باختار الكروموزوم للتزاوج الا بناء على الفتنس فانكشن تبعتهم تبع للبوبوليشن البروبابيليتي تبعتهم في البوبوليشن. ستة من السيلكتد كروموزوم كرييت ا بير اوف سبرينج كروموزوم باي ابلاينج جينيتيك اوبريتورز كروس اوفر ويل ميوتيشن اللي هي التبادل او التزاوج ما بين الكروموزوم، التبديل ما بين الكروموزوم وحدوث الطفرات بالنسب اللي حددناها في الخطوه رقم واحد. سبعة بروح بقى بعمل create باخذ ال created offset الجيل الجديد أو العناصر الجديدة وبحطها في population جديد في population وبعيد الكرة من غطوة رقم خمسة تمام، لحد ما تكون عندي size تبع البوبوليشن الأساسي. يعني مثلا البوبوليشن تبعتي كانت 10 بشتغل على 10، 6 بشتغل على 6، 5 بشتغل على 5 لحد ما بتتكون، وبروح بأخذ البوبوليشن الجديد هذه تمام بروح بحطها مكان البيرنت وببدأ أطبق عليها الشغل مرة تانية. وبالتالي أنا بضلني أكرر في العملية لحد ما أصل لمين، للشرط التوقف في انه انا فعليا وصلت للسوليوشن اللي موجود عندنا. يعني احنا فعليا بتكلم على الجوريثم من 10 خطوات، بيبدا من محاكاه المشكله او تمثيل المشكله از سترينج اوف كروموزومز، ومن ثم ببدا ادور على ببني البوبوليشن تبعتي رندملي وببدا بشتغل عليها بشكل كويس. الان الجينيتك الجوريثم ريبريزنتد اتريتيف بروسيس، يعني عبارة عن عملية متكررة each iteration call generation أو بعض الأحيان بنسميها إحنا run
كل دوره بتولد جينيريشن او جيل جديد، ممكن احنا نسميها رن. تمام، الان ايتش اتريشن جينيريشن رن كله بنفس المعنى، وعاده بتطبق من 500. تمام، عدد النمبر اوف جينيريشنز فور سامبل من 50 ل 500 جينيريشن، يعني ممكن الاتريتيف او السايكل تبعتي تتكرر 500 مره لما اصل للحل المطلوب. الستوكاستيك سيرش ميثود الجينيتك الجوريثم يوزد ستوكاستيك مش ديترمينستيك، عكس الديترمينستيك. قلنا الديترمينستيك يعني محدده ومعروفه كل حاجه فيها، ما فيش فيها مجال للبروبابيليتي، بينما الستوكاستيك معناته انا في عندي بروبابيليتي، في احتمالات، وبناء على الاحتمالات ممكن يصير في عندي تغيير، وبالتالي هي عباره عن ستوكاستيك سيرش. The thickness of the probability may remain stable، ممكن بما انه هي ستوكاستيك ممكن تكون في عندي البوبوليشن تبقى مثل ما هي، نمبر او جينيريشن بيست بيفور سبريور كروموزوم ابيرز، يعني وبالتالي ممكن تبقى في عندي بعد فتره من الزمن ثابته قبل ما تظهر في عندي ملامح الحل الجديد او العنصر الجديد اللي هو هنقول السبريور كروموسوم او المنشود او اللي بيحتوي هو المطلوب القادر على النجاح. A common practice to terminate after a specific number of generation، عادة ممكن احنا نوقف الشغل بعد عدد معين من الجينيريشن، ولو وصلت ال 500 وما وصلتش لحل، هل هذا يعني انه لا يعني هناك حل؟ لا، ممكن يكون هناك حل. ايش الحل؟ ممكن اروح اوقف الشغل، then examine the best chromosome in the population. تمام، واروح اشتغل مره ثانيه او اعيد الكره مره ثانيه حسب الحاجه. بالمثال الموجود عندنا هذا حنقف عشان ننهي التسجيل الاول عنده، لانه بتهيالي طولنا كثير فيه. This example will help to understand، خلينا نفهم. بقول لك افترض انه انا بدور على الماكسيمم فاليو لداله معينه، في عندي فانكشن هيها f of x بتساوي 15 x ناقص x تربيع. افترض انه بدور على الماكسيمم فاليو لها، وير الاكس باراميتر فاليز بتوين، الاكس بتراوح من 0 ل 15. ومن اجل تسهيل العمليه افترض انه القيم تبعتي فقط انتجرز، اكس بتاخذ انتجر 0 1 2، معناته هم بقدر امثل قيم الاكس من هيهم من 1 ل 15. هي 0 هي المفروض هنا 1، اكتب 1 ل 15، من 1 ل 15، هنا في عندي بس خطا بسيط في الكتابه، من 1 ل 15. تمام، تتمثل طيب، معناته انا بقدر بكل بساطه بقول اذا الماكسيمم تبعتي 15 لقيمه اكس مش هي المتغير، معناته هذه انا بقدر امثلها ب 4 بت 4 جينز، معناته كل كروموزوم حجم الكروموزوم تبعي 4 بت. تمام، 4 بت، وكل بت بده يمثل من 1 ل 15، او عفوا كل جين او كل كروموسوم بيمثل رقم، وبالتالي انا هي العدد الصحيح تبع الاكس الباينري انكودينج تبعتها. تمام، لحد ما وصلت ل 15. الان ايش بقول لي؟ بقول لي بما انه الكروموسوم انا عرفت حجمه 4، بدي اروح اقول له والله انا بدي اختار العدد البوبوليشن تبعتي 6، يعني كم كروموسوم بدي استخدم؟ بدي استخدم 6 كروموسوم، 6 كروموزوم، 6 كروموزوم هي البوبوليشن تبعتي، والكروس اوفر بروبابيليتي نسبة التزاوج او العناصر اللي حتتزاوج ما بينهم هم عبارة عن 7 من 10 من 6، يعني 4 6 في 7 42 42%، يعني 4 42 من 100. تمام، معناته انا بتكلم انه يعني مش حينفع 4 و2، يعني اخذ 4 عناصر 4 كروموزوم و2 من 10، لا انا حاخذ عمل ترانكيت، حاخذ البيز، اخذ الفلور عفوا، وبالتالي حاخذ انا 4 عناصر موجوده عندي هان الاقرب للعدد دائما حشتغل عليها، فاختار انا 4 كروموزوم عشان في فيهم تزاوج، ومن الاربعه من السته كروموزوم هذول في واحد من 1000 اللي هو ممكن يكون يظهر عنده طفره اللي موجوده عندها. الفيتنس فانكشن تبعتي في المثال هيها اف اوف اكس بتساوي زي ما كانت موجوده عندي سابقا، وبالتالي الفيتنس فانكشن لازم ما قلنا نحدد عدد البوبوليشن، حجم الكروموزوم في كل بوبوليشن، نحدد اللي بالكروس اوفر بروبابيليتي والميوتيشن بروبابيليتي. تمام، ومن ثم بحدد الفيتنس فانكشن. الان عرفت البيئه تبعتي بالكامل،
بقدر أجي أقول لك الحل كالتالي: أنا بدي أختار ستة كروموزوم. أنا اخترت ستة بشكل عشوائي من البوبوليشن هدول، أنا اخترت ستة بشكل عشوائي، أي ستة، تمام؟ سميناهم X1 X2 X3 لحد X6. هاي الكروموزوم اللي موجودة عندي هنا الليبل. كروموزوم string اللي كان بيمثلهم هايهم. لاحظوا دول ما لهمش علاقة بالترتيب. ممتاز. إيش قيمة كل كروموزوم بالقيمة اللي احنا بنفهمها الانتجرز؟ هاي، تمام. الآن الفتنس فانكشن، الفتنس فانكشن بدي أروح أخذ قيمة الكروموزوم وأحسب الفتنس تبعته. وين الفتنس فانكشن؟ هيا، 15 ضرب 12 ناقص 12 تربيع 36 للعنصر هذا، 15 في 4 ناقص 16 44، 15 في 1 ناقص 1 تربيع 14، 14 في 15 ناقص 14 تربيع 14، 15 في 7 ناقص 7 تربيع 56، 9 15 في 9 ناقص 9 تربيع 54، وهكذا. معناته أنا حسبت الفتنس فانكشن بناء على المعادلة هاي. ممتاز. الآن قلنا الفتنس فانكشن تبدأ معناته الآن تديني إيحاء أو انطباع مين أقوى الكروموزومز اللي موجودة. أقوى الكروموزوم إكس 5، ممتاز. وراء بيجي إكس 6، وراء عفوا إكس 2 44، وراء إكس 4، مظبوط. وبالتالي يا جماعة الخير أنا واضح أنه عندي الكروموزومز هذا هي. طيب الآن الفتنس ريشيو هي عبارة عن قيمة الفتنس فانكشن على مجموع الفتنسز اللي موجود عندي هان. هذا المجموع كلياته قديش؟ جمعهم مع بعض وقسم 36 عليهم تطلع 16.5. ليش أنا حسبت هذه؟ لأنه أنا لما بدي أختار تبعا للتزاوت بديش أختار راندوم، الراندوم تبعته بده يكون من خلال الرولت ويل اللي احنا حنشوفها كمان شوية. طبعا يا جماعة الخير مين أفضل كروم، بما أنه أنا بدور على الماكسيموم سوليوشن، واضح أنا في عندي الإكس هذه اللي بتمثل 56 أفضل واحدة لأن هي أقرب حل، لأنه هذا هو الحل الأعلى الماكسيموم فاليو، هي هاي المفروض تكون صح، لأنه الدالة عندي دالة تربيعية، وبما أنها ناقص ما يكون كيف داون، تمام، ومعمول لها السكرولينج أو معمول لها شيفتينج بالقدر، ما علينا كثير. بالآخر هذا هو أفضل حل عندي هان. مين أقرب من أفضل حل؟ لو 56، تمام، لأن هذا ممكن حل يكون هو عبارة عن 58 أو ما شابه. طيب الآن هذه الانيشال ستيت تبعتي، هذه العناصر اللي أنا اخترتها. الكروموزوم بالفاينل لوكيشن الأصل أنه بده يكون محصور هان، صح؟ وبالتالي أنا بدي أشتغل على، بدي أحسب الريشيو فيتنس فانكشن. حسبنا الريشيو فيتنس فانكشن زي ما قلنا هذه هي الفانكشن الفيتنس، وهاي هان الفيتنس ريشيو، تمام. معناته عشان أنا أقدر أختار بدي أروح أحدد مين عناصر اللي بدهم اللي يصير عليهم التغيير بناء على الفيتنس ريشيو اللي موجود عندها. وبالتالي الجدول كان موجود ورجاني الفتنس لكل individual وورجاني الريشو انه لفرصته عشان يتزاوج. لان من خلال الروليت ويل سيلكشن حكينا عليها، قلنا هي الفتنس ريشو تمام لكل واحد منهم. الان لو انا دورت هاي طبيعي يكون نصيب انه يظهر X6 أكثر ما يطلع نصيب X4 لأنه هذا أقوى واحد، تمام، ووراء خمسة حيكون أقوى من كلهم. فالآن عملية السيليكشن عشان أنا أقدر أعمل ميت أو أقدر أعمل تزاوج ما بين البيرز، عشان أقدر أعمل ميت ما بين البيرز لازم أستخدم أعمل راندوم ما بين العناصر هاي، يعني بين قوسين يا جماعة الخير. فبروح بأخذ أنا راندوم نمبر، راندوم من 1 إلى 100، طلع مثلا هذا الرقم 73. 73 وين بيطلع جماعة الخير؟ 73 هاي 73،
73 هان، معناته الاختيار اللي بده يعمل ميتنج مين؟ الزوج الاول كان مين؟ اكس 4 اكس 5. رحت عملت كمان راندوم نمبر زي ما قلنا طلع 74، عملت راندوم نمبر ما بين من 1 ل 100، من 1 ل 100، وراح طلع عندي مثلا 20، هاي 20. معناته التزاوج الاول ما بين اكس 2 واكس 5. طيب رحت عملت كمان مره عملت رول على العنصر وطلع عندي 40، فصار في عندي هنا اكس 3. عملت رول كمان مره وطلع عندي مين؟ اكس 6. هاي الزوج الثاني اكس 3 واكس 6. الان ما تنساش انه البروبابيلتي، وما تنسيش انه البروبابيلتي فور ميتنج فور كروس اوفر تساوي 70%. حاجة أدور والله أنا أوكي، الأربعة على ستة، أربعة على ستة، اثنين على ثلاثة فاصلة ستة وستين، تقريبا 70% صح؟ تقريبا 70%. وبالتالي خلاص بديش أروح أخذ كمان زوج لأنه حتكون البروبابيليتي تبعتهم إيش زادت عن هيك شغلة. وبالتالي أنا التزاوج فقط حيصير يعني هيك بين قوسين، حختار أربع أزواج من الستة اللي عندي هذول للتزاوج، وحسيب اثنين يبقوا كما هم. تمام، خلصنا منهم، خلصنا العملية هذه. الآن بدي زي ما قلنا أنا اخترت حددت الأزواج، الآن بدي يجي دور الكروس أوبريتر. كروس أوفر أوبريتر، الكروس أوفر أوفر أوبريتر أنا حددت له الأزواج كل تو بيرز اللي بدهم يتزاوجوا مع بعضهم. الآن كل واحد عبارة عن مجموعة من أو string of bits، string of bits بده يتم الخلط ما بينهم كروس اوفر. الكروس اوفر اول حاجه بده يتم على في كل الاجيال الموجوده عندي هان عشان انا اقدر اختار العناصر الموجوده عندي هان. الانيشال بوبوليشن اوف كروموزوم 6 كروموزومز، تمام، ذس استابليش ذا سيم نمبر اوف ذا نيكست جينيريشن، وهذا الكلام لازم يكون عندي هان. معناته الرولت ويل تبعتي انا هعملها سبرين سبين 6 مرات عشان انا اختار. One pair of parent chromosome is selected. في كل مرة بيختار واحد. The crossover بطبق عليها إيش؟ The crossover operation. وبالتالي أنا الآن بأخذ أول أربع العناصر تعوتي للتزاوج، تمام؟ والعناصر التانيات هم اللي بدهم يمثلوا next generation، بدهم يبقوا مثل ما هم، ما فيش عليهم أي تغيير، اللي بدهم يضلوا للمرحله الجايه. الان الفتنس، الان في الكروس اوفر اوبريتور راندوم تشوز ذا بريكنج بوينت، انا قلنا انه هي هو مكون من 16 بت او من 8 بت، وين بده يتم اختيار النقطه اللي بده يصير فيها الكسر. انا اجيت كسرت عند البت الثامن، فبدي اخذ من 8 ل 16 من الكروموزوم الاول، ومن 8 ل 16 من الكروموزوم الثاني، وابدلهم مع بعض، تمام. Then it change the chromosome part after the bond. The new of sprint are created. وهيك بكون احنا انشأنا العنصر الجديد. الآن احنا قلنا 6 و 2 نعمل لهم تزاوج مع بعض. هيك طلعت معايا من الرولت ويل. الآن والبريك بوينت كانت طبعا احنا بنتكلم على 4 بت بالمسألة تبعتنا. الرولت ويل تبعتها هي هان محددة عند 2، واخترت البريك بوينت عند 2، فأنا أخذت الصفر وصفر وجبتهم هان، والواحد الصفر وواحد حطيتهم هان. الزوج الثاني اللي انعمل لهم تزاوج إكس، الآن تم اختيار البريكنج بوينت بشكل عشوائي، كانت بعد عند 1، فبدي أبدل الثلاثة هدول مع الثلاثة هدول، تمام؟ وصار في عندي الآن أنا فعلياً 1 0 0 0، وهذه بنسميها اكس 6 برايم، وعندي هان 0 1 0 1، اكس 2 برايم، هان عندي 1 1 1 1، اكس 1 برايم، وعندي هان اللي حيكون في عندي صفر اللي هي الباقية من الأساس، وإجاها 1
صفر صفر وهذه اكس 5 برايم. الان في الاب 2 سبرنت هذول خلصنا تعود التزاوج 2 سبرنت الاخيرات تمام، اخذنا اكس 2 مثل ما هي، لو رجعنا لاكس 2 حنلاقيها مثل ما هي، واكس 5 مثل ما هي لانها طلعت كمان مره عندها. ما فيش عندي مشكله، انا باخذ بشكل بختار بشكل راندوم من البوبوليشن اللي عندي تمام. الان بنتقل لمرحله الميوتيشن بعد ما شفت الداتا الجديده. الميوتيشن تغيير على الجين، نسبة قديش؟ نسبة واحد من الألف أو واحد من المية حسب النسبة اللي تم عليه. الـ mutation is background operator ما بصيرش. And the rule is provide a guarantee search algorithm not trapped in local minimum. إنه ما يكون له هدف إنه أنا يعني يحدث أفزات أو تغير في حركة الـ solution نحو الحل الحقيقي. بس عشان نفهم اللوكال مينيمم، اللوكال مينيمم يا جماعة الخير لو أنا افترضت أنه أنا في عندي رسمة هيك بالشكل هذا، الماكسيمم فاليو أثناء البحث عن الحل أنا وصلت لهيك. الآن سأغير القلم للأزرق بعد إذنكم عشان بدي شغلة معينة الآن أو الأخضر. الآن القيم هيك بتقل والقيم هيك بتقل، معناته هذه ماكسيمم، ماكسيمم فاليو. انا كيف بتعرف انه انا وصلت الماكسيمم؟ اذا القيم اذا ضليت اطلع اطلع وبعد هيك القيمه بدات تنخفض فانا بقف. الان وقوفي هان في المنطقه هاي تمام، هذه بنسميه احنا تراب ان لوكال مينيما من لوكال اوبتيمم، لوكال اوبتيمم عفوا. بينما انه فعليا الحل الافضل هان، افضل قيمه انا ممكن ماكسيمم فاليو. طب كيف انا بدي اشي؟ تيجي الميوتيشن بتنقل الحل، مش بالضروري تكون نقل من نقطة هان لهان سيستماتيك، فممكن يجيبني هان، ممكن يجيبني هان تمام، ممكن يجيبني هان. فالان هاي هدف الميوتيشن زي ما قلنا انه يمنعني اني اكون انا اقع في لوكال مينيما. تمام طيب الان ايش بسوي؟ بروح بيعمل فليب لراندوم لسلكت الجين، واحد من الاربعه جين في المثال تبعنا بده يروح ينعمل له ايش؟ كم عنصر اللي انا بدي اعملهم؟ فليب هم عباره عن واحد من 100 او واحد من 1000 حسب الحاله اللي انا بدي اختار العناصر اللي موجوده عندنا. وبالتالي انا الان بقدر اجي اقول خليني انا امسح الكونتنتس هذا بشكل عشوائي، بده ينعمل هان فليب لمجموعة العناصر اللي موجودة عندنا هان، لمجموعة العناصر اللي عندي هان، وبشكل عشوائي تم اختيار الاليمنت هذا والاليمنت هذا انه ينعمل لهم فليب. وبالتالي الميوتيشن اوبريتور فقط بيشتغل على جزئية انه انا والله بشتغل الصفر وواحد بروح ببدل حسب الراندوم فاليو. وبالتالي الجينيتك الجوريثم الان صار في عندي، لاحظوا انا هي سته بديت بسته كروموزوم، هي في عندي سته اجداد، سته برايم، اثنين برايم، اكس واحد برايم، خمسه برايم، واثنين وخمسه زي ما هم. بعد الميوتيشن صار في عندي تغيير هنا للقيم اللي موجوده، يعني هذه صارت صفر وهذه صارت واحد بناء على الميوتيشن او الطفره اللي صارت. الان باخذ العناصر هذول السته وبعيد الكره مره ثانيه. وبالتالي انا ببدا من الجنريشن رقم واحد، بدخل على الروليت بحسب الفتنس فانكشن والفتنس ريشيو من خلال الروليت ويل، باختار العناصر، بعمل كروس اوفر تمام، وبختار الجيل انا بختار جيل كامل، بختار ست عناصر بعدد البوبوليشن نفسهم. كل اثنين بعمل التزاوج او كروس اوفر بنسبه البي سي probability of كروس اوفر تمام. بعديها وباخذ بعمل بسيب البقيات بدون تغيير. بعديها بنتقل لمرحله الميوتيشن، من عدد البتس اللي عندي باختار تبع للبي ام اللي هي المفروض تكون واحد من 100 او واحد من 1000 حسب الحاله اللي موجوده عندي. فانا بنشي بوبوليشن جديده تمام، بروح باخذ البوبوليشن الجديده بحطها مكان البوبوليشن السابقه تمام، وبروح في كمان لوب. هذه اللوب بتضل معي مستمره لحد 50 اتريشن، 500 اتريشن، 200، 500 اتريشن، لحد ما اصل انا فعليا تم للحصول على الماكسيمم فاليو في
بكل مرة أنا بكون حصلت على، لاحظوا في مع الجينيريشن الجديدة صارت الفتنس فانكشن تبعتي كلياتها إيش عالية، وبالتالي بعد فترة من الزمن ممكن يبطل عندي فيه سوليوشن. هذه بالكيس ستدي تانية، لكن حنبدأها بعد تسجيل الجاي إن شاء الله تعالى. خلينا نوقف الآن لأن التسجيل طول كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.